كما حضرتم كانت الندوة الصحفية تقديم الحصيلة ديال سنتين ديال الجامعة الترابية لأكادير حضرها الإخوة والأخوات الصحفيين الذين أشكرهم هاد الصحة يعني هاد الحصيلة بالتفاصيل ديالها موجودة على الموقع موجودة مكتوبة وأنا أدعو كل الفعاليات وكل معنين وكل مواطن للاطلاع عليها باش يكون واحد الحكم موضوعي على هذه الحصيلة المسألة الثانية أن الرئيس أشار إلى أمور عامة أمور عامة الوضعية ديال المالية ديال الجماعة اللي هي الحمد لله يعني حسنة السياقات اللي كتعمل فيها الجماعة الدور ديال الدولة والمنتظر كذلك من من الدولة ثم قام النواب بتفصيل هذه الحصيلة في القطاعات المفوضة إليهم على كل حال أنا أقول أن هذه الحصيلة الحمد لله جيدة فواحد العدد ديال التفاصيل ديالها آه كتبقى مساله ديال الوقت لان كاينه امور اللي باينه في الساحه كاينه في التهيئه الحضاريه كاينه في الطرقات كاينه في العدد ديال الامور ولكن ان شاء الله مع الوقت وليتكمل تكمل الدراسات ستظهر النتيجه حسنه